الزيوت المسمومة هي واحد الفاتحة من ديار تاقيل. لا لا، مش من داك الفتائح اللي كتعرف، هادي غير 21,000 مغربي من الطبقة الكادحة، ماتت بطريقة ما كتخيلهاش العقل أو بسبب طمع المسؤولين واللي همهم غير الفلوس. هذا هو موضوع الفيديو ديالنا، تفرج في الفيديو حتى الاخر. يعني تنهضر لكم على الكارثة اللي وقعت في المغرب 1960، أكبر كارثة في التاريخ، يعني أكبر كارثة وقعت في التاريخ. يعني واحد دي غران كوميرسون أنا كنقول قتالة، لأن مشاو هزوا الزيت ديال الطيارة اللي كانت في لاباز أمريكان. البشر ما خلاش العرض العالمي. كاين الزيت المسموم ما كملناش تايطرو، والبيل ديالنا هكا رجلين معوجين. وباختصار، ملي تسالت الحرب العالمية الثانية، كيف كان معروف الولايات المتحدة الأمريكية كانت عندها عدة قواعد داخل التراب المغربي، بحيث المغرب كان حليف لأمريكا. تسالت الحرب والجنود الأمريكيين تيجمعو حوايجهم باش يخويو البلاد، حيت المغرب صافي غادي ياخد الاستقلال ديالو. الجنود الأمريكيين خلو مجموعة من الزيوت وبكميات كبيرة في القواعد اللي كانت فيها ومشاو بلا رجعة. والمسؤولين المغاربة فكروا باش يلوحوا هاد الزيت وفي نفس الوقت يربحوا من وراهم الفلوس. طاحت عليهم هاد الفكرة القاتلة بلا ضمير داكشي اللي كان، وخرجت مجموعة من الشركات الزيوت المزورة ورخيصة على جميع الزيوت اللي في السوق المغربي انذاك. وبسبب الفقر المدقع والشعب مقود عليه ديال بصح، تباع هاد الزيت وشربوه المغاربة، والنتيجة 20,000 مغربي مات وملايين تشلات، وكاينين اللي مازال مريض حتى لدابا. محمد الخامس كانت عنده واحد زيارة المكناس في سنة 1955، ولكن تلغات بسبب أن السبيطارات عامرين بالجوزات والناس مغمى عليها والأطباء كانوا حيرين ما عارفينش منين جاي هاد المرض. فلغاو هاد الزيارة الملكية المكناس، ووصلت الخبر للملك فأرسل خبراء أوروبيين باش يعرفوا سبب هاد المرض اللي منتشر وعنده نفس الأعراض عند جميع الأشخاص اللي شربوا داك الزيت. لقاو أن الزيت فيه تقريبا 70% من مادة سامة، واحد شوية من زيت المائدة تقريبا من 20%. وفي سنة 1960 غادي يتعدموا 5 ديال الناس بالإعدام، ولكن تم إعفاء ديالهم مع طلع حسن الثاني، وبقات 20,000 مغربي بدون ما يعرفوا شكون اللي تسبب في هاد الكارثة، بالحيث تم مسح جميع المعلومات من السجل المدني ديال هاد المجرمين.